بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نرحب بكم وبكل من انضم لنا من عن طريق برنامج جوجل ميت وكل من سيتابع معنا هذه الجلسة الحوارية. احنا ممتنين جدا لوجودكم بيننا لأهمية الموضوع. احنا يعني في البداية ترحم على كل من فقدنا، على شهدائنا اللي فقدناهم في كارثة الإعصار ولربما كارثة الإهمال والتقصير، ولعلها أيضا قدر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المناسبة يعني بعد الترحم عليهم جميعا أنا نقول إلا ما يرضي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. لعل من المفيد أن يجتمع الخبراء والمختصين، ونحن يعني نعول كثيرا على مشاركتكم في ذلك، في مناقشة الآثار القانونية مترتبة على هذه الكارثة. هناك كثير من المشاكل التي ترتبت على هذه الكارثة ولا زالت تترتب عليها أيضا، ولعل الأمور القانونية هي جزء منها. ربما هناك مشاكل معيشية ومشاكل في إعادة تأهيل الأسر الناجية، وأيضا في معالجة الآثار النفسية ومعالجة الآثار الاقتصادية. هناك يعني جملة كبيرة من التحديات اللي يعني لابد من الاهتمام بها، وكذلك الاستفادة، وبالأحرى يعني مناقشة الدروس المستفادة مما حدث لتحسين الأداء والتحفظ أيضا، ومنع حدوث مثل هذه الكارثة بهذا الحجم من الخسائر. يعني ربما اليوم في هذا النقاش والحوار التخصصي يعني سنترك المجال للقانونيين للإدلاء برأيهم، لأن الإشكاليات القانونية ليست فقط في تثبيت حالات الوفيات واللي بسبب الظروف اللي مرت بها الأزمة، بسبب ربما سوء الإدارة، وربما أيضا الارتجال في بعض الإجراءات. هناك إجراءات للتثبت من الضحايا والتثبت من قبل الدفن، وأيضا الآثار مترتبة بعد الدفن. وهناك أسر بكاملها فقدت أوراقها الثبوتية وكل مستنداتها القانونية. فيه جملة كبيرة من التحديات، واللي بالتأكيد أن يعني تناولكم لها شيء يعني يسلط الضوء على هذه الإشكاليات وكيفية معالجتها بشكل قانوني. ربما يعني نتاج هذا الحوار سيستفيد من هم في موقع المسؤولية الآن، وربما أيضا يكون مفيد ل يعني غيرهم من المتتبعين لهذا الأمر، وقد تجد بعض المخارج القانونية المفيدة لتعالج جملة من هذه المشاكل. لن أطيل عليكم. أنا متأكد من أن في جعبتكم الكثير مما قد يثار حول هذا الموضوع، ولعل يعني نتاج هذه الحوارية يكون مفيدة. فإحنا يعني أشكر لكم مشاركتكم ونقول جزاكم الله خيرا. يعني أتمنى أن هذا يعود بالفائدة على من هم في داخل الأزمة، وأيضا للأسر اللي يعني تأثرت بهذه يعني هذا المصاب الجلل حقيقة. فشكرا جزيلا لحضوركم، وأترك المجال للدكتور محمد أحمد لكي يعني يبدأ هذه الحوارية ويعطينا فكرة على برنامج العمل اللي أعتقد مطروح أمامكم الآن. شكرا جزيلا. نجدد الترحيب مرة أخرى، ونشاطر يعني مشاعرنا
مليئة بالحزن ومليئة بالكرب العظيم اللي نحن قاعدين نواجهه فيه حاليا. وبصراحة من أول ما جيت الجامعة الدولية من 3 سنين وأنا أي فكرة نطرح فيها نلقى الدعم الكامل ابتداء من استحداث دراسة القانون واستحداث توجه للجامعة الدولية الحديث والمعاصر في توجه لجامعة البرامج، وأطلقنا فعلا برنامج القانون ويكون أول سمستر أول دفعة ابتداء من الأسبوع المقبل. لكن لقينا رواحنا أننا قدام لابد يكون عندنا مبادرة، لابد يكون عندنا أكشن فيما يتعلق بالكرب العظيم اللي نحن واجهناه، وما زالت توابع بشهادة القاسي والداني توابع حتكون لفترة مش قصيرة من الزمن. لازمنا أكشن، لازمنا جلسات حوارية واستفادة من الخبراء ونقل تجربتنا وأراءكم وتوجهاتكم وأيضا حتى تجاربكم في نقل التجربة هذه لتحسين ما يمكن تحسينها في المشهد اللي قاعد صاير في درنا. أيضا العميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية دكتور علي سعيد ما بخلش علينا بأي دعم بحيث أن يكون تتحقق الجلسة الحوارية هذه في وقت قصير، وأنا طامع أن هي تكون أول جلسة حوارية لسلسلة من جلسات حوارية قادمة فيها الخليط المميز والمتنوع من وجود حضراتكم اليوم. هناخذ على عاتقي الوظيفة الميسر والوظيفة الأكثر يعني ظلها ثقيل في أي جلسة حوارية اللي هي توزيع الكلمات وتخصيص الوقت من قبل حضراتكم. فأول شيء زي ما تشوفوا حضراتكم بالنسبة للمحاور بتاع اليوم عندنا 3 محاور. أول محور حيكون مفهوم عام للإثارة القانونية الناجمة عن الكوارث، حيكون نستعرض قدام حضراتكم على سمارت تي في يناي مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام المدن المتضررة من الفيضان ونتناقشوا فيها ونعرفوا آراء حضراتكم فيها. من ثم نكمل أول محور وننتقل للمحور الثاني بالنسبة للأوضاع القانونية المحتملة لإعصار دانييل بما في ذلك يتعلق بالمفقودين وإصدار تصريح الدفن وشهادة الوفاة في خلال 40 دقيقة، برضو حتوزع بنفس الطريقة على حضراتكم. ختاما بالمحور الثالث الوضع القانوني للمتضررين ماديا فيما يتعلق بأحكام القانون الليبي والمستجدات اليومية اللي احنا نشوفه فيهن من ناحية أحكام تعويضات مادية، أراء حضراتكم من ناحية قانونية وتوقيت الأحكام هذينا. برضو اللي شرفونا أونلاين على جوجل ميت دكتورة نعيمة الحداد عضو هيئة التدريس من كلية القانون جامعة البحرين، وأيضا من مصر أستاذ عبد الواحد اللافي وهو عضو هيئة التدريس معنا هنا في برنامج القانون هنا في الجامعة الدولية. اضطرت لظروف شخصية أنه يتواجد في مصر لكن حب أنه يكون متواجد معنا أونلاين. بداية بس هنستعرض مع حضراتكم مشروع القانون. زي ما تشوفوا حضراتكم فيه مذكرة مقدمة كمقترح قانون بتشكيل مجلس لتحقيق خاص واتخاذ إجراءات عاجلة عشان يعالجوا بيهن الأثار الكارثة السيول اللي صارت درنا وبرضو المدن المتضررة. يعني أنا متأكد أن حضراتكم كلنا عندنا أقارب غادي، يعني ما يعني قد تكون درنا هي الأكثر ضررا لكن مش الحصر، الضرر مش محصور بس في درنا، حتى القرى الصغيرة اللي قاعدة موجودة في المناطق المجاورة لدرنا برضو حتى هي للأسف حتى خضت جزئيتها من الأضرار البشرية والمادية. في عندنا زي ما تشوفوا في الدرافت اللي قاعد قدام حضراتكم، تمام، هذه مقدمة بس في القانون. كون أن في توجه حاليا وهذا شيء خاضع للنقاش أن فيه توجه بتشكيل مجلس، المجلس هذا يكون من شأنه أنه هو يتبع شن صار بالضبط بالنسبة للأزمة اللي صارت، شن هن الأسباب اللي أدن للأزمة هذه، هل كان فيه أسباب بشرية غير كون هني فيه أسباب طبيعية، ومن ثم يكون انتقال المرحلة الأخرى بشن هن مثلا الحلول اللي تكون موضوعة. وقدام المقترح اللي قاعد قدامكم هنا إنه هو يكون شيء عشان يكون
يعني جانب مش مدني بس، قد يكون حتى في جانب مسؤولية جنائية. ففي عندنا توجهات واجدة بكل من ناحية هذه، ودور حضراتكم في الجلسة الحوارية هذه، وعندنا فريق قاعد ياخذ في الملاحظات بتاعتكم بكل دقة وبكل حرص، عشان هذين يكون المخرجات للجلسة الحوارية بتاع اليوم، ونبنوا عليهم جلسات حوارية قانونية برضو في المستقبل القريب في قادم الأيام. نبي نسمع حضراتكم في جزئية هل فعلا فكرة أن يكون عندنا مشروع قانون يتعلق بتشكيل مجلس يأخذ على عاتقه التحقيق واتخاذ الإجراءات العاجلة عشان يعالج ما يمكن معالجته في الكارثة اللي صارت هذه. ممكن معناها فيه المادة الأولى، ميدان تعبك تمشي معي في المادة الأولى نفسها هي، بس نتمشي بها شوية عشان بس ناخذ فكرة أكثر قرب. يعني على سبيل المثال فيه في الدرافت تضاهي أن فيه في المادة الأولى إنشاء مجلس تحقيق عام عشان يأخذ العاتقة زي ما قلنا بعد شوية تحقيق في مواقع في مدينة درنة وأيضا حتى المدن المجاورة لها. والمجلس هذا يتكون من رئيس 6 أعضاء، 4 منهم من ذوي التأهيل العالي والخبرة المتميزة الوطنية والدولية في مجالات يعني المجالات الطارئة هذه المتعلقة بالأزمات الطبيعية والطقس والكوارث والإدارة. وتم التسمية بتاعتهم قرار من رئيس محكمة استئناف درنة على أن يترأس المجلس أحد مستشاري المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة. وحضراتكم أكيد عرفتوا يعني الحاجات اللي بين السطور أن المراد من الصياغة هذه أنه يكون اللجنة هذه يعني تكنقراط أكثر من أنها هي أكثر شيء آخر يعني. وبعدين زي ما تشوفوا حضراتكم أنه يشترط فيها أعضاء المجلس يكونوا مثلاً معرفون مثلاً الحيادية، النزاهة، الاستقلالية، ما يتبعوش مثلاً توجه معين، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات، ويجوز أن يضم المجلس خبراء دوليين من غير الليبيين. يعني القانون هذا يعني يفتح المجال قدام حتى أن يكون متكون أعضاء المجلس هذا من غير حتى الليبيين من ذوي الخبرة الدولية في مجال التدخل من ناحية الأزمات، ويكون لهم أمانة وكفاءة، ويكون لهم مقر وميزانية. يحدد رئيس الرئيس المقصود به هنا اللجنة المكلفة بالتحقيقات المقر ومكان انعقاد الجلسات، ويصدر لائحة لعمل المجلس ونظامه وإجراءاته بمجرد ما يتم تكليفه. المدة المجلس هي من ضمن المجالس المتعلقة مش بمدة زمنية، متعلقة بالتاسك، متعلقة بالغرض الذي أنشئت من أجله، مش مرتبط يعني ب أرقام معينة. عشان كده جاية في السطر هذا يتحدد مدة المجلس بانتهاء مهمته وتقديم تقريره النهائي بما لا يتجاوز 4 أشهر من ناحية التدخل السريع بالنسبة لوظيفة المجلس هذا، ويجوز تمديد المدة بتاعه لمدة شهر إضافي بقرار مسبب من رئيس المجلس. وبالإضافة طبعا التمتع بالحصانة لأعضاء المجلس مدة مواجهتهم ما لم يأذن بذلك رئيس محكمة استئناف درنة. المادة الثالثة أنا نحاول نلخص بس عشان بمجرد ما نكمل ملخص المشروع هذاي، أي ملاحظات من حضراتكم اتباعا نفس ما اتفقنا وبتوزيع الوقت والأدوار. في المادة الثالثة أنا حاط زي الواجبات يعني للمجلس هذاي في شأن الكارثة اللي تعرضنا لها، زي مثلا الاطلاع والحصول على كل المعلومات وكل الوثائق ذات العلاقة بالكارثة بدون ما تكون مثلا يعني فيه بلوك، ما يكون بدون ما يكون في مستندات يتم اعتراضها من قبل اي جهه، وتكون متاحه قدام اي يد، وكان ترتيبها في ارشيف حديث ويتاح للعامه لغرض طبعا الشفافيه. النقطه الثانيه المجلس انه هو يكون من وظيفته انه هو يمشي ويستمع للضحايا، يستمع للشهود او الاشخاص الذي يرى سماعهم لاتمام المهمه بتاعه اللي هي خلاصتها في خلال 3 شهور او 4 شهور، اللي هو ينتهي بتقرير تقرير يسلم المجلس بناء على ما استمع اليه من شاشات الشهود وايضا ما تحصل عليه من مستندات ومعلومات. من حق المجلس حسب الدرافت بتاع الماده الثالثه ان هو يكلف الخبراء وبيوت الخبره سواء كانت محليا ودوليا، وهذه تكررت اكثر من مره في صياغه المشروع القانون هذاي، وتقدم تقرير عنها واعداد تقرير وافي يبين فيه الوقائع والمعلومات المرتبطة. يعني هنا كأنه يقول هنا أولا كأنه قاعد يحلل فيه الفترة اللي هي ما قبل حدوث الكارثة، شن كان الوضع ما قبل حدوث الكارثة. هذه هنا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعدين يبين له بعدين
اللي هي شو اللي صار من بعد ما صارت الكارثة فعلا، شنو هن القرارات اللي تم اتخاذها، وهل كانت سليمة ولا لا، تقييم يعني للظرف اللي صار كله، سواء كان قبل أثناء وما بعد، زي تقسيم الثلاث أزمنة، وبيان أي أخطاء ولا مسؤوليات إدارية وفنية ذات علاقة سببية بينها وبين النتائج أسهمت في الكارثة، سواء كان في تفاديها أو تقليل من النتائج اللي مازلنا لعند اليوم نحصده في 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 أرقامها، وللأسف قاعد الأرقام تتزايد ما بين مفقودين وما بين جثث. عندنا برضو تقديم توصيات للسلطة، السلطات بشأن الكارثة، شن هن أسبابها ومعالجتها والأثار بتاعها وطرق تفاديها مستقبلا. وبعدين فيه عندنا المادة الرابعة حكت يعني بشوية بشكل مختصر على صلاحيات المجلس المقترح، إنه هو يكون عنده easy access to local authorities من مختلف الدرجات للتحصل على البيانات والشهادات، شهادة الشهود والأوراق المطلوبة المتعلقة بهدف المجلس وتكوينه، أو بمجرد ما يطلبها المجلس وبشكل فوري، وتكون كافة جلسات الاستماع للمجلس والتقارير تكون بشكل علني ومتاح للعامة ومنقول على الهواء صوتا وصورة، ويجوز لعدد من ممثلي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والدولي منظمة الدولية أن هو يحضر ويكون تكون تمت مراقبتها، يعني زيادة شوية في الشفافية. المادة الخامسة تحكي على أن الاختصاص هذين ما يتعارضانش مع المقررات للسلطات القضائية في القانون، ويجوز للمجلس يعني المقترح هذاي أن ينسق مع النائب العام عشان يتحصل على أي معلومات يرى بحاجة إليها. تنتقل بعدها للمادة السادسة، وأن هي تحكي على المجلس هذا كون أنه هو شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع بذمة مالية مستقلة به تحت تصرفه ويغطي مصاريفه واحتياجاتها فيما يتعلق بالغرض الذي أعدت من أجله. والمادة السابعة يكون مثلا فيها تكليف فيما يختص بمصلحة الأحوال المدنية، مصلحة الجوازات والجنسية والسجل العقاري، وهذه واحدة حتى من المحاور بتاعتنا لليوم. وانتقالا للمادة الثامنة اللي هو فيها تفويض من الحكومة بصرف إعانات كافية والمقدمون شرعية، يعني نحن زي ما تشوفوا حضراتكم أننا كل يوم نحن عندنا مستجدات، قد تكون الصياغة هذه أعدت من حوالي 48 ساعة بس برضو ما زال في مستجدات، يعني شفنا أن حتى الحكومة عندها تصرفات في الجزئية هذه فيما يتعلق بالمادة في المادة الثامنة. المادة التاسعة كذلك في حال وجود أي عجز في تمويل التزامات الحكومة منصوص عليها في المادة الثامنة، تفوض الحكومة تلقائيا بموجب هذا القانون بتمويل ذلك العجز بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي. هذه الجزئيات يعني فيما يتعلق بالفند بتاع الاوبريشن بالنسبة للمجلس. تمام، يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. بشكل عام هذا المحور الأول اللي مخصصين لنا نحن تو 40 دقيقة من حضراتكم، زي ما فيه تو توجه انه يكون المجلس هذا ويؤدي الغرض الشفافية المصداقية النزاهة الحيادية، وانه هو يكون له الايزي اكسس لجميع السورسز اللي هن يكون محتملة عشان يخدم غرض بتاع تسليط الضوء اكثر على اللي صار في دارنا والمدن المتضررة ما حواليها، شن اللي صار وشن هن الإجراءات اللي تم اتخاذها وهل كانت سليمات ولا لا، وش اللي مفروض يصير على المدى القريب والمدى البعيد. أعتقد أن الثلاث أزمنة هذين هن اللي كان الموضوع للمشروع بتاع المقترح. أنا وظيفتي أني أنا أقل واحد يحكي، فهيك انتهى دوري، بس حنقصر فقط على توزيع الكلمات تباعا حسب طلبات حضراتكم. زي ما اتفقنا أن يكون لكل مداخلة من 5 إلى 7 دقائق لتوزيع الأدوار أكثر، والانتقال بعدين حتى المحور الثاني، كون أن المحور هذا يعني محطوط لـ40 دقيقة، وكل طموح أن نحن نخرج بمخرجات يضيفاً للدرافت اللي قاعد موجود قدام حضراتكم. أي حد يحب يتفضل تفضل. بسم الله، أعزي نفسي وأعزي كل أسرتي وأقاربي وأحبائي في درنا. هذه كارثة بكل تأكيد، يعني طالت الجميع، ودرنا معروف عليها أنها مدينة كل ليبيا، يعني كل ناسنا الموزعين، بدليل هذه الهلع وهذه الفزعة، فهم فزعين
حقيقة الهلهم وأعراقهم. يعني هذا الموضوع بالفعل من الموضوعات المهمة جدا اللي حضرتكم يعني طرحينها، وهذا ما هو غريب على الجامعة الدولية منذ بداية التغيير، وهي تواكب أشياء كثيرة جدا في هذا المجتمع. وعلى هذه الطاولة اللي حكيت عليها الدكتور محمد مبكرا كنا نحكو على أشياء كثيرة جدا، وعلى طموحات، وعلى الآثار. البند الأول وهو مفهوم عام للآثار القانونية الناجمة عن الكوارث. بكل تأكيد أي كارثة كانت، سواء سيول، زلازل، أي كان نوع هذه الكارثة، تحدث تغيير في الـ في الـ في الـ في, الـ في البنى التحتية، وأضرار أيضا في المجموعة البشرية. هذا الأثر أثر كبير جدا، يعني يحدث أيضا أثر في القانون وفي العلاقات وفي المراكز. نحن ديما نقولوا أن الشخص يشكل مركز قانوني، هذا المركز القانوني تحيط به سياج من العلاقات، سواء كانت علاقات شخصية في الأحوال الشخصية أو علاقات مادية في التصرفات وكذا. فهذه المراكز يصير فيها تغيير ويصير فيها فقد بكل تأكيد، بالوفاة وبكذا وبكذا وبكذا. أنا مبكرا أقول لكم بالفعل مع التشريعات الخاصة بهذه الكارثة، هذه تسمى قوانين خاصة اللي حتصدر يعني، ونأمل أن تكون هناك سلطة تشريعية في المستوى لهذه التشريعات الخاصة. التشريعات الخاصة نحتاجها في حالة معينة، حالة قانونية معينة للعلاج، لابد أن نعالجها بالتشريع الخاص، ما هوش العام. أما القوانين العامة هي موجودة عندنا. فمبكرا هذا المشروع، يعني قد أكون محظوظ شوي لأن هذا المشروع نقل لي الحقيقة ودرست على هدوء وفهمت اللي فيه، وأعتقد أن وراء هذا المشروع الأستاذ المرغني، تقريبا صلاح المرغني. أستاذ صلاح أنا نعزه وحبيبي، يعني رجل حقوقي، لكن هذا القانون فيه مثالب كثيرة جدا بأمانة. يعني أولا من حيث التشكيل، يعني ما علاقة رئيس محكمة الاستئناف في أي كانت، سواء كانت في درنا أو في غير درنا، يعني أن يتطرق إلى اختيار أعضاء؟ ما علاقة مستشار في المحكمة العليا برئاسة هذه اللجنة؟ الشيء الآخر الاختصاص أحيانا يمشي للجانب المالي والمدني والتعويضات وكذا، وأحيانا يمشي إلى المسؤولية الجنائية، بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. هذه الضبابية في الاختصاص يجعل من 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 هذا المجلس عبارة عن شيء ثقل زائد أيضا، لأنه بمقر وميزانية حسب الكلام اللي فيه. الخطورة الأكثر يا أساتذة، إذا وضع هذا المشروع على طاولة مجلس النواب حاليا سيقره هو مغمض لسبب واحد فقط، ليبرئ نفسه ويقول والله أعطيتكم هذا قانونكم اللي امتصاص بس. نعم، وهو فيه كثير من العيوب والأخطاء، وهو حيضخم الجراح في درنا، سوف لن يشفيها. أنا وعن معلومات قريبة جدا وعن قرب من الأستاذ المستشار الصور، صديق الصور، هناك تحقيقات جدية بأمانة في درنا. اللي يجري على الأرض في درنا من النائب العام شيء عمره ما حصل في أي كارثة أخرى إطلاقا، ولا عمره صار في أي أزمة كانت. يعني أنا أيضا شاهد عيان على اغتيال مثلا اللواء عبد الفتاح يونس، لم تكن هناك نفس التحقيقات اللي في عند عبد الفتاح اللي كنت نتابع فيها، ليست هي الآن فيها جدية وفيها أوضاع صحيحة
وقانونية صرفة بأمانة يعني. وهذه الأوضاع إذا صار فيها خلط بلجان أخرى تزاحم هذا الاختصاص ستخلط الأوراق وستتعب مهمة هذا الأستاذ المستشار النائب العام. أنا أنتقد أيضا حتى تحرك مجلس الأعلى للقضاء وتشكيل لجنة التحقيق أيضا هو لا لشيء إلا لمجرد ظهوره. ونعرف هذه المسألة نعرفها قريب أنا من وصلها وعارف اللي فيها. يعني كان على المستشار أيضا اللي ماسك المجلس الأعلى للقضاء أن يتأنى وليس له داعي أن يشكل أي صحيح قد يختص هو وفقا لقانون مجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في حالات زي هذه. لكن من الأقرب؟ الأقرب هي النيابة العامة يا رب، هو النائب العام، هذا من سموا فيه وكيل الدعوة العمومية. إذا كان نبو مسؤولية جنائية تنتهي إلى نتائج حقيقية لنترك شغل النائب العام في دربه. الرجل شكل فريق من أعضاء النيابة العامة، فريق متخصص. المسألة الدولية بأمانة كون كل أمورك تنقلها إلى الدولية أعتقد كفانا من هالوضع يعني، وكفانا من أذية الدولية يعني هالسنوات كلها يعني. ما زلنا أيضا حتى همنا وفقدنا نعطوا فيه لفريق دولي للتحقيق. فهذه مسألة بصراحة فيها حتى ما قصر سيادة الدولة على طرف ما هي متشرطها يعني من بعضها. لكن حتى هذا المشروع يجيز الدولية في ثناياه يعني باختيار خبراء دوليين معاهم يعني. لا، والنائب العام في استطاعته أن يغطي هذا الجانب اللي نحكي عليه. الدولية له السلطة أيضا لاختيار خبراء دوليين من بيوت الخبرة في العالم كله ويستدعين في أي وقت يشاء يعني في قضايا السدود، في قضايا كذا، في العيوب بتاعها إلى آخره. له الحق أن يستعين بأكبر الخبراء في العالم. زي نحن ما استعنا في إحدى المرات وأنا كنت أحد أعضاء المحكمة في محكمة الإيدز في 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 بغازي، أطفال ما يسمى بأطفال الإيدز، استعنا ببروفيسور اسمه مونتيني من فرنسا، وجاء وأقام هنا في 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 بنغازي وقعد حوالي شهر وقعد واستمعنا لشهادته في هذا الوضع. ليس هناك أي ضرر إطلاقا، بالعكس هناك نفع بأن نحن نستعين بالخبراء الدوليين. لا أطيل ولا نستغل هذا الوضع وضيافتي معاكم. فأنا برجاء أن هذا المشروع ممكن أن يدرس، لكن لا أرى ضرورة لطرحها. وممكن نطرح مشاريع قوانين أخرى خاصة وتو نجوع عليها إن شاء الله. شكراً. حوار على الأثار، لأن طبعاً الأثار ما هي بس أثار قانونية، ولكن الأثار أثار متعددة، أثار سياسية وأثار اجتماعية وأثار قصرية وأثار كثيرة. لكن أيضاً لأنني شاركت في مع الدكتور محمد شاركت في التأسيس لهذا القانون، بما معناه بالحوار على الفائدة متاعها من عدم الفائدة. أنا أدرك فهمت أن في الحديث عن القانون نحن أمام مدرستين، المدرسة اللي هي المدرسة القانونية والمدرسة الأخرى اللي هي المدرسة الحقوقية. وقالها سعادة المستشار هذا القانون مندفع من مدرسة الحقوقية اللي يمثلها الأستاذ صلاح المرغني والمجموعة، ولهذا السبب هي بنيت على هذا الموضوع. يقول في وأنا نتصور بأن من الأشياء التي يجب أن نركز عليها هو أولا أنها ليست بدعة. الدول عندها مجالس ثابتة خاصة المدارس Public Inquiry ما يسموها، ولهذا السبب نحن أيضا لازم نفكر فيها كويس. يعني ما نقش أن نحصل في الخلاصة
ربما نقول بأنه غير ذو جدوى الآن في هذه اللحظة اللي فيها كثير من الأشياء كما ذكر سعادة المستشار، ولكننا يجب أن نفكر فيها. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه يقول هذا القانون لأن راه القانون الجنائي ما يغطيش الموضوع في قصور، في قصور، ولهذا السبب نحن يجب أن نقول ما هي القصور التي توجد في القانون الجنائي وربما تشكل آثار على عدم دفاعنا على حقوق هؤلاء الضحايا. يعني يجب أن نحن نقول، يعني أنا حنسأل السؤال هذا، حنسأل السؤال نقول بأن ما هي أوجه القصور التي نعتقد بأنها هي موجودة في القانون الجنائي لا تغطي هذه الكارثة. لأن نحن نقول بأن نحن نبي نمدها، يجب أن لا نقف عند القضايا الجنائية فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني يجب أن نوسع. ولهذا قالها هو في مقدمة التأسيس واضحة. لهذا نقول ربما أختلف قليلا على أن العقبة الرئيسية أن مجلس النواب سوف لن يصدر هذا القانون. مجلس النواب في حد ذاته إذا صدر هذا القانون يبقى معناها خدم القضية. صحيح يا ربما زي ما قال المستشار بأن راهي في مسألة أن النائب العام يحقق في جنائيا على هذا الموضوع ومن المسؤول وغيره، لكنه يبقى في إطار القضاء وليس على الببليك انكوايري اللي هي خاصة بهذا الموضوع، اللي هي سيتوسع الموضوع مش بس جنائي ولكنه أيضا سياسي، المسائل السياسية والمسائل الاقتصادية والمسائل الاجتماعية سيضمها هذا الببليك انكوايري اللي يحدث هذا. ولهذا نحن أنا بودي، يعني أنا مش قانوني، فهمت، أنا بس ندافع على المسألة الحقوقية السياسية اللي هي نحن نقوله بأن راه لابد أن ندفع هذه المركبات التي تعالج قضايا حقوق الناس وضحايا وضعية، لابد أن ندفعها إلى آخر جزء. طبعا هذا يحل مشكلة واحدة أخرى، وهو أن هناك حوار عميق يقول بأن لا، نحن القضايا الليبي كلها من أولى الأخرى، ولهذا ما نبوش، نحن نبو ندولوا الموضوع. نحن قلنا لما فيش داعي ندولوا الموضوع، نحن نديروا الببليك انكوايري ونجيبوا الناس اللي من الخارج هذوم اللي قال عليهم المستشار، وناخذوا منهم يشهدوا على هذا الموضوع، وياخذوا ايضا يعطونا ايضا الخبره اللازمه. اذا نحن حلينا المعضله لليوم، واللي اعتقد بان هي بدات تتكور كيف كره الثلج، ربما تنتهي في النهايه بالفعل الى 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 الى, إلى, إلى قضاء دولي، لان بدا الحديث على يخرج عن يمشي للمسائل بتاعت الفساد والإغاثة التعطيلها غيرها، فهمت الناس ما يعني، يعني الموضوع ربما يخرج عن ذلك، ولهذا حل هذا القانون. فأنا بودي يا دكتور، فهم، معنا خبرات قانون، يعني خلينا نستفيد منها، خلونا مع بعضنا نشوف، فهمت، ما هوش في حد ذاته أنه هو غير ذي فائدة، ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن يضيفها هذا القانون لتشريعاتنا الحالية، إذا كان قلنا أن فيها قصور، وما هو هذا القصور بحيث أنه هو هذا يغطي. هل هذا يفوت الفرصة على تدخل دولي فيما يتعلق بهذا الموضوع أم لا؟ هل هذا بالفعل يوسع حقوق الناس بأن هي ما نبقاش فقط في الحقوق الجنائية بقدر ما نمشي إلى الحقوق السياسية والاقتصادية وما في حكمها أم لا؟ شكرا. السؤال هو أن ليبيا مشكلتها حتى من ناحية سياسية دكتور علي هي موضوع تداخل الاقتصاد بين جهات شتى. فنحن لو أنشأنا مجلس خاص بتحقيق في واقعة معينة، باشرت النيابة العامة من أول يوم أو من ثاني يوم من صبيحة الكارثة التحقيق فيها بكل جدية، تحقيق الظاهر أعتقد لدى العامة في إجراءات واضحة، في 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 حبس احتياطي لمسؤولين. أعتقدنا من وجهة نظري لا داعي للتسرع في رمي هذه البذرة لتكوين نواة لمشروع قانون في هذا الفترة، في هذه الفترة نترك المجال للنائب العام وفريقه للتحقيق. موضوع القصور اللي أشار الدكتور علي، لو أن في قصور في بعض مواد القانون الجنائي أتمنى أن يقدم بها، تعمل يعني دراسة ويقدم بها مشروع لإضافته لتعديله لتقدير المجالات الناقصة. هذا ما حبيت أن نوه عليه. الشيء الآخر هو موضوع التدويل، أشار برضو الدكتور، كفانا تدويل
مشكلة ليبيا دولية بما فيه الكفاية. أعتقد نترك المجال للقضاء الوطني، نثق فيه، ندعمه، لا نعرقله أو نشك فيه بإصرار مشروع مثل هذا. أولاً هي مجلس كهذا يتم إصداره أو قانون المجلس يتم إصداره عن طريق مجلس النواب وليس عن طريق رئيس محكمة الاستئناف دارنا أو أي رئيس محكمة الاستئناف، لأنه هيكون بمثابة قرار مش هيكون بمثابة قانون. ثانياً بنزيد ندكن على مسألة التحقيق، هو اختصاص أصيل للنيابة العامة اللي هي الأمين العام الدعوة العمومية، فما اعتقدش ان في مجلس حيباشر في تحقيقات جنائيه او امور متعلقه بالقانون الجنائي وهي مختصه بها النيابه العامه. ويجوز طبعا للنيابه العامه او قاضي التحقيق او القاضي الجزئي ان هو يتم ندب خبير وعشرة ومجلس من الخبراء، وهذه اللي ممكن نحن نستعينه بالخبراء الدوليين المهندسين اللي ممكن يحددوا لنا. مثلا في واحد من المقالات ذكر ان السد اللي تم تفجيره او الانفجار اللي صار فيه انه هو سد ترابي ينتهي باحد ثلاث طرق اللي مش منها الانفجار، يعني صوت الانفجار ممكن يكون مخلفات حرب، ممكن يكون اي شيء اخر، لكن ممكن يكون في سبب اجنبي اخر خاطي السير والفيضان والامطار اللي جت. فممكن مثلا خبراء دوليين ياكدوا الكلام هذا او ينفوه او على من تقع المسؤوليه بعدين. هل مسألة إن هي إهمال؟ هل هي كارثة؟ مسألة التحقيق في إن هل فعلاً تم فرض حظر تجول بحكم إن اليوم اللي قبل انقطعة الاتصالات والتغطية فما كانش معروف شو اللي صار؟ هل فرض حظر تجول؟ هل منعوهم من الخروج؟ هل في تعميم طلبوا من الأهالي يعني الضحايا اللي راحت نتيجة اللي كان ممكن تدارك الأمر بأن هم يبعدوهم كيف ما كانوا متوقعين أن يجي السيل من البحر فباغتهم الوادي من الخلف؟ مسائل نفس هذه تقع على عاتق من؟ مسؤولية تقع على عاتق من؟ بالنسبة للقصور زي ما ذكر الأستاذ علي في القانون الجنائي، يعني لا أعتقد أنه يكون ممكن في قصور في القانون الجنائي، لأن مجال القانون الجنائي واسع، في قوانين خاصة كجرائم الاقتصادية أو جرائم الفساد، وممكن حتى الخطأ المدني يكون أوسع من الخطأ الجنائي، وكلنا مجني علينا وكلنا مدعي بالحق المدني في هذه الدعوة. شكرا. الحديث عن درنا وشجون درنا كلمات تخرس الكلمات وتموت المعاني في الحديث عن هذا الموضوع، لأنه أصبح ألم كل الليبيين. فبالتالي نحن الاجتماع اليوم على هذا المحور أو برنامج جلسة الحوارية بخصوص الأثار القانونية والأثار الدنيا، الفكرة منها أن نحن نبغى نجتمعوا على شيء يدفع بنا إلى الأمام، بحيث أن نحن من هذه الكارثة يتم استيعابها وحلها ووضع الحلول الجذرية لهذه الكارثة واستفادة من الوضع الحالي وأخذ الخبرة لتجنب ما سيحدث في المستقبل. فبالتالي نحن قبل ما نتكلم عن النصوص القانونية اللي هي كيف، ما هي المسؤولية؟ أين تقع المسؤولية؟ الكارثة لها جميع لها عدة مستويات. لما نحكوا على الكارثة بنتكلم عليها في عدة مستويات. عندنا الصعيد الإنساني، عندنا الصعيد الصحي، عندنا الصعيد الجنائي، عندنا الصعيد المدني، عندنا الصعيد البيئي. يعني أنا بحكم إني أنا متخصص يعني نوعا ما في قوانين البيئة، فكل جوانب الكارثة تتناول كل الجوانب وكل الأصعدة. صعيد إنساني، صعيد جنائي، صعيد على صعيد القوانين يعني، صعيد صحي، صعيد بيئي، صعيد مدني، حتى المسؤولية المدنية تقوم هنا باعتبارنا في ضحايا في متضررين. يعني بالتالي نحن لما نتكلم عن المسؤولية نتكلم عليها على جميع الأصعدة مش على صعيد واحد. ولازم نحدد القوانين باش نقولوا ان في قوانين معينة موجودة، زي ما قال استاذ سعد، فكرة ان نحن نشوف القوانين الموجودة ونكملوها، نكملوا النقص عندنا. فبالتالي نبغى نحطوا أول إصبع بالنسبة لنا على شن هن القوانين أو شن هن القواعد القانونية الموجودة اللي بتحدد المسؤولية. يعني نحن بنحدد المسؤولية، هل هي مسؤولية؟ هل هو خطأ؟ اللي صار خطأ أو عمد؟ بنحدد هل هو خطأ أو عمد. وبعدين حاجة أخرى نبغى نحدد الخطأ أو العمد. وبعدين نجو مسألة الفساد، هل هو الموضوع اللي تضمن فساد أو ما فيش فساد في السلطة أو كذا. وبعدين إهدار المال العام. يعني فبالتالي نحن نبغى نتكلم على قضايا تشمل عديد من الجوانب. يعني نبغى المسؤولين، نشوف المسؤولين شن داروا، هل أخطأوا أو كانوا متعمدين، إهدار المال العام كيف كان التصرف في المال العام، بحيث أن السدود وصلت للمرحلة هذه، مرحلة انهيار.
وين هذا كله؟ فبالتالي نحن نبغى ندرسه، نبغى نعرف مجموعة القواعد القانونية اللي هي تحكم الموضوع أو تحكم المسألة ونكمل النقص الموجود. بالتالي النائب العام حيش بيدير النائب العام؟ حياخذ القضية ويطبق عليها القوانين الموجودة. فبالتالي نحن نشوفوا قانون العقوبات عندنا أو القانون الجنائي عندنا شو تتضمن؟ شو القواعد القانونية اللي ممكن نحن نضع فيها المسؤولية ونحدد فيها المسؤولية وبعدين بناء عليه حنبدو نحدد اتجاهات هذه المسؤولية. بالنسبة للشق الجنائي نحن القانون العقوبات عندنا مجموعة من النصوص القانونية اللي هي موجودة في قانون العقوبات. زي شنو؟ مثلا عندنا قانون العقوبات مثلا مادة 235 مثلا ما مش نطول عليها مواد، فبالتالي مثلا هو قانون المادة هذه خاصة بسوء استعمال السلطة. فبالتالي بنشوفه هل فعلا كان فيه سوء استعمال السلطة سواء كان من الناس اللي هي زي ما نقوله مثلا عميد بلدي الدرب مثلا او الناس المسؤولين او الموظفين العموميين اللي هم موجودين في المكانات اللي هي زي اداره السدود والمناطق هذين اللي هي مهتمه بهذا الموضوع او هي لها اختصاص في هذا الموضوع. فبالتالي نحن مثلا عندنا ماده سوء استعمال السلطه، لو في ماده سوء استعمال السلطه حنطبقوا هذه الماده مش حنستعيروها من الخارج، وهي موجوده في قانون العقوبات. أنا مش نكثر عليكم الحديث. عندنا برضو مادة اللي هي مادة 237 قانون العقوبات، حتى هي تشمل التقصير والامتناع عن القيام بالواجب. هل كان في تقصير؟ هل كان في امتناع عن قيام واجب؟ كان في واجب على موظف عام أو على شخص مسؤول إن هو يطبق أو يقوم بتطبيق القواعد القانونية، كان في أداء انتقاص لهذا الواجب؟ أيضا عندنا قانون من أين لك هذا؟ هو يشمل الموضوع. عندنا قانون رقم حتى هو قانون رقم 10 سنة 94 مشان التطهير، قانون الجرائم الاقتصادية مثلا عندنا نصوص، حتى هي عندنا مجموعة من النصوص خاصة بمجموعة كبيرة من المواد باعتبارها هي شنو الأموال العامة وحرمة الأموال العامة وحماية هذه الأموال وكيف صرفت وكيف تم تصريفها وكيف تم الإنفاق. فبالتالي عندنا مجموعة من القوانين تنظم هذا الموضوع. احنا نشوفوا هالمواضيع مجموعة هذه القواعد القانونية ونكملوا النقص الموجود بها. هذه بالنسبة لي وجهة نظري أنا في الموضوع. هو بالدخول يعني مباشرة في أهمية أو جدوى أو عدم جدوى وجود هذا القانون، أعتقد بأن حالة الفيضان نفسها ليست معزولة على الإطلاق. ومن يعتقد بأن هذه الكارثة من صنع أتت لدولة متهالكة وبالتالي لا يمكن عزلها عن الواقع، وحالة الإنكار نطلع منها بأن وكأن كل شيء سواء في كل المؤسسات الدولة ماشية لدرجة بأن تحتاج إلى فقط مجلس للتحقيق في هذه الحادثة يمكن عزلها، لكن نحن نستخدمها كرافعة من روافع إنفاذ القانون في كل الجرائم التي تتعلق بالإهمال وإهمال الدولة للمواطنين. أنا في نظري بأن أهمية وجود نوع من أنواع الاستجابة القانونية لهذه الكارثة مهمة. كيف تسمى؟ أنا لست مختصا بالقانون، ولكن على الأقل يعني متابع لما يحدث في العالم، الناس تتجه كل الأنظار إلى المساءلات الحكومة من قبل البرلمانات، جي في صورة تحقيق خاص، جي في صورة. لكن عندما ترتقي الجريمة إلى حالة الكارثة ليس بالضرورة كارثة طبيعية، فعلى سبيل المثال مسألة العصابات في نيويورك كانت من النيابة، أصبح من الضروري التدخل هذه الدولة الفيدرالية في استحداث قانون جديد يختص بترقب والتنصت على زعماء المافيا، وبالتالي أسقطت المافيا في أمريكا في خلال، لكن اعتبرتها كارثة قومية. لكن المشكلة بأن الوعي المجتمعي حتى بحقوق القانونية حتى هي مشكلة. هل نرى بأن الشعب يبهت يشوف والله فيه لجنة تحقيق شنو المسؤولية، شنو الأكاونتابيليتي قدامها، من صاحب الحق في هذه اللجنة؟ هل المجتمع كله صاحب الحق؟ هل دارنا بروحها؟ شنو يصير بعدها؟ شنو الارتداد بتاع هذه الكارثة ومن تؤثر؟ المتضررين يزيد وبعدين الدومينوز افكت تمشي بعدها وتأول. فأنا أعتقد بأن ضروري يكون هناك استجابة قانونية بشكل أو بآخر. أنا شخصياً لا أثق على الإطلاق لا في النائب العام ولا في المحكمة العليا ولا في، لأن الدولة فاشلة لا يمكن على الإطلاق. أنا شخصياً وضع نظر شخصي، لأن النموذج لحكم هذه الدولة خاطئ منذ بدايتها، وبدأت المشكلة تتفاقم إلى وصلت لأن مرحلة أنفق على هذه الدولة حوالي تريليون ونص دولار، دولة نفطية عاجزة في حماية الدولة، معرضة لمخاطر هذه السيول،
من الناحية الهندسية أنا نعرفها بأن أي دولة على السهل أو الساحل معرضة لنا، فيجب أن هناك حماية وظهر حماية، والكلام هذا دار وأنفق عليه أموال عديدة، أنفق عليه مليارات، ولكن لم يكن هناك أي متابعة لهذه. السؤال يبقى، من سنعاقب؟ أنا اللي يهمني أنا مواطن، من سنعاقب؟ أنا أريد أن أعاقب الدولة بصراحة، لأن هي المجرمة الدولة. بلدية عميد بلدية درنة هذا آخر الهرم. معقولة يرتكز الكلام على رئيس قسم السدود في هيئة العامة للمياه؟ معقولة؟ معقولة الليبيين يتجهوا إلى أضعف واحد في هذه القائمة؟ ممكن من باب قانوني أنك تجد بأنك أنت والله ترسم وتبدأ ترفع الكيس هذه بأنك معن تسقط الحكومة، أنا معكم، لكن لماذا نرى المسألة بأن أنا كل ما نسمع كل يوم كل أسبوع نسمع بأنهم ينزلوا طبقة أخرى ولافل أخرى، في الأخير بكل توي عاقبوا من الحارس على السد اللي ما خضاش تسع شهور ما خضاش مرتبة وراح سعية في السيل وبني في وسط السيل هو بروح، بني في وسط الوادي هو بروح. أنا عندي مشكلة حقيقية بحالة الإنكار اللي قاعدين نحن فيها، وهذه مشكلة. أنا مقتنع بأن هذه الدولة وصلت إلى حالة البدائية، بأن نحن عبارة عن بدائيين، وما تأتي به الطبيعة لا يحميكم من شيء. والمشاكل الارتدادية لهذه الكارثة في منطقة الجبل الأخضر وفي سهل البطنان وجنوب الجبل، يعني مسؤولية بهي درنا تأثرت بشكل مباشر، العنصر البشري كان أكبر خاسر فيها. وين تستمر الموضوع؟ أنا خوفي، أنا كمواطن ومختص على الأقل هندسيا، أنا نقول من سأحاسب؟ أنا على قائمة الحساب بصراحة إذا كان ما أسقطتش الدولة بكاملها بالنسبة لي ناقص. كيف تسقطها الدولة؟ هذه القانونيين يديروا، يعني عادة في هذين special tribunals اللي يديروا فيهن في النهاية يجوا يحطوا نتائج التقرير ويسموه حتى باسم المستشار، مرات يسموه Miller Inquiry والله يحطوه بعدها. شين يصير بعدها؟ هل عمرنا سمعنا بأن فيه Inquiry أصلا في ليبيا؟ لكن التركيز على هذه الحالة أعتقد بأن سيكون هناك كبش فداء، وأنا لا أرضى بها. إذا لم يكن كبش الفداء هو العفريت بروحه ما ينفعنيش، مانيش عارف لعند وين توصل، لكن يشغلني فعلا إلا إذا كان النائب العام فعلا داير عملية ذكية وحدير سابقة واختراق حقيقي في تاريخ ليبيا من بداية تأسيسها، بأنه يبدأ بالصغير يحبس من الحارس على السد، يرجع عند الوزير الموارد المائية، وبعدين يرجع عند رئيس الحكومة، يرجع عند مجلس النواب، ويطيح حتى رئيس الدولة. كان عند رئيس الدولة يسأله بشكل مباشر، يقول له ميزة 0.9 من توصيات الطلبة بتاعنا شنو؟ تهالك البنى التحتية، غياب القوانين، غياب المسؤولية، ما عندهم تبنون شنو موحظ. أنا في النهاية القانون ما نيش عارف هل تبتزيدوا قوانين أخرى، مثلا قانون القوة القاهرة في التعاقد قاعد عندنا قصة في الإنفاذ. هل النائب العام، هل نقدر ونحن بالقانون هذا والله بأن ندفع النائب العام نقول للنائب هذا سعد بن أسرك، هل من حق الليبيين يسألوا النائب العام شن شكل الإنكوائر شن شكل النتيجة؟ هل هناك تجريم ليست لأشخاص، لفئات ومؤسسات وسياسات وإنفاق؟ والله تعال ما نيش عارف شنو. أنا في النهاية نعرف اللي على الأقل على القانون الجنائي التهمة توجه إلى في النهاية بكل شخص واحد، هذه ليست قضية شخص واحد، هذه قضية دولة بالكامل. شكرا. نحن والإعلام، السلطة القضائية والإعلام في طافية بين حرية الإعلام بأن يصل إلى المعلومة، النفاذ إلى المعلومة، وبين نحن السياج اللي دارينا والحصن اللي دارينا على المعلومة. فمتى يحق للإعلام أو صوت الإعلام أن ينفض إلى المعلومة؟ هذا مقنن يا دكتور عارف. ولذلك المسألة حتى مسألة الخطة، يعني أنا أشكي واحد بس، يعني ممكن يعني أعقب عليك فيه، يعني مسألة الثقة أو عدم الثقة في شخصية زي هذه. أنا لا أدافع عليه لأنه هو يعني أنا أدافع على نفسي يعني مش عليه، لكن مسألة الثقة وعدم الثقة يجب أن نحن
مؤسسات المجتمع المدني حاليا ان تساند هذا الرجل، مش في عودة، لا في الدعوة العمومية اللي تقام في ليبيا في نفاذ القانون. نحن كل ما تحدثنا على هدم مثل هؤلاء اللي يبقوا خطوة لقدام، كل ما تأخر قيام الدولة اللي تحكي عليها الدكتور عبد اللي يقول منهار، هي تنهار هكذا بهذا الحديث الصعب جدا على الشخصيات اللي ممكن تبي تنفذ الى الدوله. هذه القضيه صدقني دكتور عاطف والزمن بيننا هي مفتاح الدوله. والسلام. مش متخصصين في القانون ولكن في امكانيه نتحدث على بعض التساؤلات، على الاقل المختصين ممكن يجيبوا على تساؤلاتنا. انا اعتقد من خلال كلام الزملاء، رغم ان صديقي اخي الدكتور عاطف يعني ممكن يجعلنا ألا نتحدث عن التشريعات في ظل غياب الدولة، ودائما نحن نتحدث عن مشروع استعاده الدولة، دائما نتحدث عنه، لكن هذا لا يمنع بأن الإشكالية هي إشكالية عدم وجود تشريعات تعالج أثار هذه النكبة وغيرها. وأيضا لابد أن نستفيد من هذا الدرس لرسم استراتيجيات وطنية في القادم، خاصة بعد التغيرات المناخية وتوقع تغير في الطقس وفي المناخ وحدوث سيول، والآن أصبحت حتى المدن الآن أصبحت مكشوفة الآن حتى على أبسط السيول، خاصة بعد مشكلة درنا وكثير من السدود الآن انحرت. لكن أنا ممكن أقول لك ليش على الأقل نحن بنسأل المتخصصين في القانون، هل يكون في هناك إعادة لقراءة التشريعات الليبية النافذة ذات العلاقة بالأزمات والكوارث الطبيعية؟ لكن أنا شفت الحديث ومتركز على المسؤولية الجنائية وأعتقد في الجانب الجنائي أكثر، ولكن أعتقد أن القوانين ذات العلاقة والمهمة جدا. أنا أقول لك عمارة تم بناها في وادي درنة، من مسؤول عنها؟ من مسؤول عنها؟ جرف الغابات تعدي على البيئة، من المسؤول عنها؟ وهكذا. أنا أقول إن القوانين ذات العلاقة قوانين الطوارئ والإغاثة، قوانين البيئة والبنية التحتية. البنية التحتية كانت مساهمة بشكل كبير جدا في فيضانات تحدث في العالم أكبر من هذا الفيضان، عمارة واحدة ما تطيحش، ممكن شفتوه حتى في المقاطع. القانون الآخر قوانين البيئة والحفاظ على الطبيعة. القانون الرابع قوانين التخطيط والتنمية، التخطيط العمراني. غاية كل بناء المدن عشوائي، كل نحن وادي قطرة وكم صارت في حاجة بنص بنغازي عاد، لأن بنغازي عشوائية لم تؤسس على أساس صحيح. وين قانون التخطيط العمراني والتنمية؟ مش عارف أنه موجود، أنت القانون تجاوبنا. لا تركزوا على جانب المسؤولية الجنائية فقط، ولكن نركز على كل القوانين وكل العوامل التي قد تؤدي لكوارث طبيعية وأحيانا حتى كوارث نحن مساهمين فيها. قوانين أخرى، قوانين التأمين، يعني هذا المفروض نصل به حتى لدرجة الإلزام، أن كل الناس تؤمن ونسهل ونساعد حتى في إلزامية هذا التأمين، حتى تساعد الدولة في تخفيف الآثار اللي ممكن تنتج عن الطبيعة. تساؤلاتنا كثيرة، نحن متخصصين في الإدارة، ممكن نذهب إلى 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 أشياء أخرى تتعلق بكيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إدارة آثار الكوارث وما تتطلب متطلبات قانونية. يا ريت الدكتور محمد في هذه الحوارية وحوارات قادمة نعيد النظر في قراءة واضحة للمتخصصين في القوانين والتشريعات السارية ذات العلاقة بالأزمات والكوارث المدنية. أيضا في جانب آخر يتعلق بالقوانين المتعلقة بنظام الدفاع المدني، فأرجو أن نكون أكثر شمولية ولن نختصر الموضوع في المسؤولية الجنائية فقط. السؤال الآخر أن نجيبه طبعا، شو تخص في القانون؟ هذا المجلس، القانون اللي يصدر بإنشاء هذا المجلس ويؤسس هذا المجلس أعتقد أنه يكون استثنائي، لأن مجلس ينشأ بقانون لهذه الحالة. نحن لا نريد لهذه الحالة فقط، نحن نريد للمستقبل القادم. لابد تكون عندنا استراتيجيات وطنية لمواجهة
هذه الأزمات في المستقبل. وبارك الله فيك دكتور محمد، جامعة الدولية طبعا دائما سباقة، كلية العلوم الإنسانية، برنامج القانون، لكم من التحية والتوفيق إن شاء الله بإذن الله. أشكركم صراحة على التصدي لهذا الموضوع الهام، ولكن هو التساؤل المبدئي يعني الذي سوف أطرحه، برغم أننا لم يسعفني الوقت أن نشارك أو نستمع لمداخلتك بالكامل سعادة المستشار، ولا مشروع القانون الذي تتحدثون عنه. ولكن أنا خليني نقول أن أولا يعني أنا أشارك جميع من تفضل بالحديث عن هذا القانون الليبي، فيه قصور لمعالجة آثار هذه الأزمة قانونية. أنا ما قبل أنا بتكلم، أنا بنقسم المرحلة، مرحلة المساعدة القانونية طبعا بالكيف بالتأكيد، يعني بتكلم عن المساعدة السياسية والمساعدة الأخلاقية والمساعدة المجتمعية، النقاش أوسع. لكن السؤال الأول هو هل في القانون الليبي عوار أو قصور لمعالجة هذه القضية الكارثة الوطنية التي حلت ببلادنا؟ وأنا بتكلم ما قبل، لأن كلنا مشاركين. ولكيف نقول لك أنا دولة فاشلة؟ ليست اليوم دولة فاشلة، من 1998 دولة لم تستطيع أن تحقق أبسط مستويات الأمان لمواطنيها، منهار. حتى المشروع الكبير اللي تكلموا عليه، نقول والله كان مشروع مارشال ليبيا الغد وإلى آخره، هو عطل وانهار في 2011. ولو نتكلم عن المسؤولية السياسية وبنتوسعه ونتكلم حتى على مسؤولية المجتمع الدولي، أنا مازال يحضرني لقاء الراحل محمود جبريل الله يرحمه، عندما قال ببساطة أن هذه الدولة بحاجة إلى 450 مليار حتى تستكمل مشاريعها وتبدأ في طريق النهوض. ليبيا كانت بحاجة لمشروع دولي منذ 2011، المجتمع الدولي لم يقدم هذه المساعدة الدولية. ونتكلموا على المسؤولية، نتكلموا على الفساد والفشل، ونتكلموا على غياب دولة القانون، نتكلموا على المركزية أيضا. يعني اعترف رئيس ديوان المحاسبة قال والله أنا أدروني هالدرنة، أنا عطلت 2,200,000 دولار كانت بحاجة أن تذهب إلى السجود. نحن اليوم أمام موسم تغير الطبيعة المناخية، وأنا تقريبا قبل 3 شهور الأمين العام للأمم المتحدة تكلم على موضوع خطير جدا، وأنا أقول لك اليوم رأوا بصراحة كل السدود سوف تنتج كوارث إنسانية وبشرية في ليبيا. بعد يومين هتسمعوا انفجار سد في غات. وبالمناسبة نتكلم ونحن نقول والله الصحراء تحولت المية، لا في سد دمر أو خداها السيل في أقصى الفيدية. حتى لو أن سجنت هذه السدود بالمناسبة بالكيفية وعقلية الدولة الفاسدة سوف تنهار، ما فيش قراءة مستقبلية. أنا قبل 3 أيام كنت في معية الدكتور محمد أستمع إليه، وكنا في نشرب معه في الجرقاو، استمعت إن في هيئة إنقاذ وسلامة أسست من 1900 وعندها دور ومشت خدت خبرات، وينها؟ وأنا عندنا المساءلة القانونية ما قبل، المساءلة القانونية الأهم والأخطر هي في إدارة الأزمة. عندنا مساءلة قانونية. أنا ما نقولش بأن هناك كبوش فداء سوف تقدم، لأن المسؤولية سوف تطول الكل، من اللجنة الشعبية العامة وتعال غادي. يعني أقول لك لا، من 98، من أول تقرير ناقش موضوع حالة السدود بالكامل في ليبيا، رغم ما اختصرش على إدارنا فقط، السدين الترابيين الذين قديما من 1978. ورأوا في دراسة قالت بأن المياه قد وصلت إلى نواة السد، وأن عملية الصيانة مكلفة جدا في تشققات وفي مستوى هبوط، وبأن حان الوقت أن يتم إعادة ترميم. لكن تخيلوا معي بأن السدين مليا سينا
القدرة الاستيعابية والتخزينية اللي ما خلف السدين راهو هيتفجر في نفس الوقت. فأنا نقول لكم يا جماعة خلينا نركزوا على الموضوع بحاجة إلى أوسع. نحن كنا في زيارة لرئيس مجلس النواب الفترة اللي فاتت، تكلمنا عن المساءلة والتسليم والأخري، وسلم كبش الفداء اللي هو بالمناسبة وفقا لي جيب سكريبشن بتاعها هيطلع منها. يقول لي كيف؟ نقول لك أنا صندوق السياحة الإعمار درنا أوكي، راه المشاريع متاعها ماشية كلها راه في موضوع دير طريق قطر طريق صين مدرسة، وهذا هو راه العمل متاعها. هل سوف يطال مسؤولين آخرين؟ هذا هو سؤال الرأي العام يا سعادة المستشار. يعني هل سيطال، يعني هل سيطال مثلا سيميتين رئيس لجنة الاستقرار المحافظ السابق نائب المحافظ السابق السيد الحبري؟ هل سوف يطال السيد الكبير؟ هل سوف يطال السيد شكشك؟ هل سوف يطال رؤساء الحكومات بالكامل؟ هل يتكلم عن المسؤولية السياسية؟ أزال ما يتكلم عن المسؤولية القانونية، أنا لا أشكك في القضاء، ولكن في نفس الوقت الذي لا أشكك في القضاء ونقول بأن القضاء بحاجة إلى، يعني أنا أقول لك أنا بأمانة المجتمع الليبي فاقد الثقة في الجميع بما فيهم القضاء للأسف يعني. والجين النقطة الثانية هي في المساءلة، البعض يتحدث عن القضاء الدولي، وخلينا نتكلم بصراحة، القانون الدولي هل يستطيع معالجة هذه الكارثة الطبيعية؟ نو لا، لأن هيجي يقول لك والله المسؤولية سوف تذهب إلى موضوع الفساد، إلى موضوع القصور الإداري، إلى موضوع كذا، إدارة السدود، أن السعة التخزينية بتاع السدود لا تتحمل إلى آخره. وبالتالي موضوع التدوير خطير جدا، وسعد كم تدوير، نحن نقول كم بأمانة أموالنا مجمدة بقرارات المجتمع الدولي، قرار 79 عند آخر قرار، وتبيل كم كليبيين، ونتكلم عن مسؤولية كليبيين كلنا، تبيلنا سنوات باش نتفاوض مع المجتمع الدولي باش تحولوا قرار واحد من القرارات هذه. نذكر الجميع بأن العراق حتى هذه اللحظة ما بعد 2003 ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عند هذه اللحظة ما قدرش يحول القرارات الدولية اللي موجودة عليه. بصراحة أنا هنيكم صراحة على هذه الندوة الأثار القانونية لإصدار دانيال. إصدار القوانين، هل مثلا نحن بس يكون بمجرد ما نطلع قانون ويصادق عليه مجلس النواب ويقول والله جيبوا لي القانون اللي تبوه تو، مش هذا ابدا الحل، ما عمرش ابدا كان الحل اصدار قانون ابدا، بالعكس بل قد يكون في حالات كثيره جدا جزء من المشكله واثقال كاهل السلطات التشريعيه والتنفيذيه في اداره الازمه. اجمالا القوانين الليبيه، يعني زي ما تفضلتم بعد شوي، راه اجمالا القوانين الليبيه لا تعاني من قصور القانون، يعني لا تعاني من القانون من وجوده من عدمه، بل تعاني دائما وابدا في تنفيذها على الارض، طريقه التنفيذ على الارض. لو نوريكم شويه قوانين حتشوفوا ان تقول يا سلام شنو هالجنه اللي احنا قاعدين فيها، لكن لما نجوا عند تطبيق قد تكون في تطبيقها مخالفه لصحيحه نص لما جاء في السلطه التشريعيه. بس يا محمد يا مسعود، كانك انت قلت ملاحظه مهمه ويجب ان احنا نفكر فيها. انا بكم تفكروا بالاتي، ان الذي حدث لم يحدث تاريخيا، وعندما حدثت كوارث مماثله في دول اخرى ترك هذا القانون الذي يطبق وبدا الناس تفكر مع القاعده مع ما حدث. أنا أقول الآتي، أن يجب عليك أن تعيد تفكيرك عندما تريد أن تطبق قوانين في حالة استقرار للدولة في وضع زي الكارثة هذه. لم يحدث في تاريخ ليبيا أن حدثت هذه الكارثة. إذن سعادة المستشار والفريق القانوني والمستشارين والقانونيين الآخرين يسألوا، لا هذا السؤال بس اللي سألناه نحن حقوقيين، فهمت؟ حقوقيين يعني مش حقوقيين قانونيين، حقوقيين من أجل حقوق الإنسان. سألنا السؤال التالي، فهمت؟ قلنا بأن إذا فكرنا بأن الذي حدث لم يسبق في تاريخ ليبيا، إذا بالضرورة القوانين التي صيغت قبل هذه الكارثة لابد وأن يشوبها قصور،
لابد وان يشوفها قصور، لان في العالم المتقدم ايضا شافها قصور، ونحن عندنا امثله على ذلك. ولهذا يا اخواني انا الفكره تتقدم خطوه الى الامام، تعبت فيها فارق ما بين القانون وما بين الحقوق، الدفع نحو الفكر والمدرسه الحقوقيه هو اكثر جدوى في هذه الكارثه من القانون. خلينا نفكر فيها بس. انا لست على الاطلاق قانوني، وعارف ان السور سوف ياخذ العشر سنوات القادمه على اساس انه هو يقول كذا وكذا، لكن هذا القانون سيجبر من يتولاه خلال 4 شهور بانه يقول كذا ولا كذا. فكروا في الموضوع بالنسبه لحقوق الانسان. لا نختلف على جديه التحقيقات سعاده المستشار، انا اعتقد في تحقيقات جاده وفيها عمليات ربما لا ندري على تفاصيلها، ولكن اللي متاكدين منه ان هناك في شديات كبيره حقيقه. حجم الكارثه زي ما تفضل الدكتور علي تجبر اي بني ادم يدخل في هذا المجال ان يكون بالفعل جاد في هذه القصه. وخلينا نمشي لجانب اخر اللي هي تفضلت به، ان ربما درنا ستكون بدايه لبناء الدوله، وهذا حتى تحدثت فيه في السابق، قلت ان ليبيا ستؤرخ كالتالي قبل درنا وما بعد درنا، هذا لا نختلف عليه. نجي بشكل سريع للجانب الثاني، وهي اقتبس كلمة عاطف لما قال نحتاج استجابة قانونية، أنا عجبتني هذه الحقيقة ماشي، واللي هي حقيقة اقترحت في شكل لجنة تقصي حقائق، وأعتقد أنا بأهمية وجدية وجود مثل هذا الجسم، كيف شكله، كيف هيكليته، كيف تركيبته، ما نعرفش، برضو نفسا نأكد على كلمة عاطف، ولكن لابد من وجود. ليش؟ لأن أنا في جانب كثيرة جدا لهذه الكارثة الإنسانية اللي حصلت في البلاد، أول شيء الإطار الجغرافي مش درنا بس. تتحكي على 200 كيلو متر مربع، هذا رقم واحد، يعني درنا وكل الجبل الأخضر إلى المخيلي جنوبا إلى 200 كيلو متر مربع من رقعة البلاد. صحيح كان التركيز الكبير والكارثة الكبرى في درنا، لكن الضرر طال تقريبا الجميع، اقتصادي إلى اجتماعي إلى قانوني إلى 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 سمي ما شئت. في جانب تفضل الدكتور علي بالحكي عليه، جانب حقوقي، جانب سياسي، كمضيف جانب اجتماعي، وجانب ثاني مؤسساتي. يتفضل احمد بين حكى عليه الدكتور احمد، يعني انت تحكي على اسهال، وايضا الدكتور علي اسهال من المؤسسات عندنا، نحن مؤسسات كبيره جدا. يوم بس كنت في جلسه حواريه عددنا المؤسسات، ما بدوش نذكروها الان لانها طويله جدا، عددنا كم المؤسسات اللي انشئت واعيد انشائها، واللي فككت واعيد تركيبها، واللي فككت واعاده تركيبها لاجل اشخاص، يعني شيء عجيب جدا. الآن نحكي على مثلا حاجة اسمها المرصد الوطني لإدارة الأزمات، هذا يتبع المجلس الوطني للتخطيط اللي يتبع مجلس النواب، مؤسسة لها ميزانيات، أو على الأقل شفناها في قانون الميزانية سويلت ما سويلتش ما نعرفش، في المركز الوطني لإدارة الأزمات، في قبل الهيئة الوطنية لإدارة الأزمة، في قبل المركز الوطني المركز الليبي القطري لإدارة الأزمة، وغيرها من المؤسسات، الهيئة الليبية للإغاثة، هيئة السلامة الوطنية، وا 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 وا, وا. هذه أعتقد هي اللجنة، هذه اللي تفضلوا بها الأخوة لجنة تقصي الحقائق، هذه حتشمل كل هذه الجوانب. في اعتقادي تحقيقات النائب العام حتكون جانب جنائي، لكن الجانب الثاني تقصي الحقائق حيتوسع ويشمل كل هذه الجوانب اللي نحن نحكو عليها. في اعتقادي الإطار الزمني قصير جدا، 4 شهور يا دوب تكفي إنهم يخطوا شو بيديروا، ففي اعتقادي إنها راو تحتاج زمن أطول. الإطار الجغرافي تحدثنا عليه، وهذه أنا حقيقة أتفق مع الدكتور علي، هي خطوة بالفعل التفكير جديا لمنع التدويل من خلال مأسسة لشيء محلي يحقق بجدية ويظهر الحقائق للناس، غير الجانب القانوني. الجانب الجنائي هذا متفقين فيه ومناش مختلفين عليه، لكن في جانب آخر أكبر بكثير جدا من الجزئية الجنائية. أشكرك. حياكم الله الأخوة الأفاضل، شكرا لبرنامج القانون على هذه البادرة. الحقيقة إحنا كل واحد فينا يفكر لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ هل ما وصلنا إلى كارثة درنا اليوم هي فقط هذه الكارثة؟ نحن منذ نشأة الدولة الليبية ونحن في حال لم تقوم عليه الدولة الحقيقية، دولة فاشلة، دولة هشة، دولة لم توصلنا إلى أن يكون لنا كيان بين هذه الدول. القوانين موجودة وليست أعتقد إن حتى إذا كانت تحتاج إلى تعديل أو إلى مراجعة، إلا أنها موجودة، ووجود هذه القوانين لو في الحد الأدنى
لو نفذت هذه القوانين لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أنا اسمحوا لي ببساطة شديدة جدا، نحن محتاجين إلى قانون واحد، قانون يلزم بتنفيذ القوانين، لأن نحن عندنا قوانين هي جديدة هذه. لأن عقوبات نبوءة، لأن المشكلة الكبيرة جدا عندنا ليست في وجود القوانين وليست في وجود اللوائح. التقارير اللي أشار عليها الدكتور أحمد، تقارير ديوان المحاسبة، لو تمت المساءلة الحقيقية لهذه بناء على هذه التقارير الدورية لما وصلنا إلى الحالة السيئة. صحيح سدرنا كان حينهار لأن الإحصار كان أكبر منا، ولكن كان لو كانت الخطط موجودة والتوقي موجود كان يخفف الضرر، لا يصل الضرر إلى هذه الحالة اللي فقديننا لحنا، أن ليس هناك عقل يفكر، عقل ينفذ، عقل قلبه على هذا الوطن. وما زلنا سنكون السيد أو المحاتم مش نصيفه الشخص المكلف بالجوانب التشريعية في هذا الجسم. لما يقول لك أنا إحنا أصدرنا لكم كل القوانين اللي تبوها، بيه كم القوانين قاعد أصدرنا، لكن إحنا شنديروا بيها القوانين؟ وما زلنا بنصدر قوانين أخرى. إحنا لا نريد هذه المجلدات من القوانين، نحن نريد من ينفذ هذه القوانين على الحد في الحد الأدنى. السلام عليكم، بس حبيت نجاوب على سؤالك ومع الأستاذة نجية كذلك. نحن فعلا نحن في حقيقة نناقش في مشروع القانون هذا، لازم نأخذ وجهة نظرنا القانونية، ولكن نحن فعلا القوانين زي ما قلت دكتور لما تشوف القانون، وأنا ذكرتني وأنا في مرحلة رسالتي كانت يعني حق الأم العامة حقها في العمل والأمومة بين قانون دولي وقانون ليبي، فأول ما جيت حبيت القانون الليبي، كان السوبر فايزر يقول فانتاستيك يعني ممتاز، لكن لما جيت التطبيقات طبعا نبي التطبيقات ما نقدرش نجيب الأدلة بعدم القابل بين القانون الثيري عند براكتس إلا بالإنترفيو. فلما عملت 40 حالة إنترفيو كان سبرايز يعني كان متفاجئ، مش معقول هذا القانون هو اللي ساير. فنحن للعالم كله منا هو التطبيق، نحن من يعني تطبيق القانون، والحقيقة اللي نحن أكثر شيء اللي نحن نعاني منها في ليبيا هو عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب. حقيقة كنا مع مواضيع اللي كلها أصبحت وزادت زادت كوارث، كلها مجاملات، فلان حطه في المكان الفلاني، أوكي عنده شهادة حقوق حطه في لجنة، وعندنا زي ما قال الدكتور تو أشار عندنا لجنة خاصة بالأزمة وعندها ميزانية، لما تشوف نجد يعني كم هائل من الرجال والإدارات ومن الوزارات، لكن من كيف قائمة بعملها؟ وهذا نحن اللي نعانوا منه والله المستعان حقيقة. بس الموضوع معش خلاص بعد الكارثة اللي حدثت هذه، مش حنوقفوا من ندوات من حديث من إصرار على لازم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، والله هو اللي التوفيق إن شاء الله. شكرا شكرا، سامحوني خليت الوقت. أنا ما كتبتش حاجة بعد صارت الكارثة هذه إلا حاجة واحدة، ثاني يوم قلت أن ما فيش مش وقت للشماتة، ولا أتوقع أن الدولة اللي نعرفوها مازال هذاك الوقت ما عرفناش كيف تتعامل، لكن أنا لو الدولة دارت أي حاجة غير اللي تو صاير هذه هي الغريبة. أما اللي صار هو الشيء الطبيعي، النتاج ما هو موجود. النقطة الثانية، القوانين يا جماعة مش مسألة اختيارية وأمتى ما نبوا نطبقوها وأمتى ما نبوا تخطر علينا، القوانين يعني مسألة ثقافية تتعلق بكل فرد فينا بغض النظر عن ليها تماس مباشر مع القانون، قاضي ولا وكيل نيابة ولا شرطي ولا إحنا تو تخطر علينا لتنفيذ القوانين لما صارت هالكارثة بهذا الحجم. أنا نقول إحنا محتاجين نخلق ثقافة قانونية، أنا على مدى عمري كله وأنا مش صغير ما شفتش مسؤول ليبي لا في النظام على الأقل من 69 وتعال جاي، أنا في 69 كنت سادسة ابتدائي، لعن تو ما شفتش مسؤول دفع ثمن تقاعسه وثمن إهماله ما فيش، واللي يكذبني يقول لي لا المسؤول الفلاني حطوه في الحبس نتيجة لأنه هو ما طبقش القانون، ولا فلان عدم
نتيجه حتى اللي حاسبوهم يجي محاسبات على اشياء اخرى، لكن المواطن انا نقول هو الحلقه الاضعف في القصه كلها. عندنا ما ممكن ننفذ به كل ما نحتاج له في هذا الامر، لكن نحن لغايه الان ما ناش عارفين بالضبط ليش حصل ما حصل، كلام عام نحن نقول كلام علمي الان. مكتوب في الجامعات؟ مكتوب بالجامعات. على الجامعات الليبيه مكتوب كذا في دراسات والله. هذه قراءه مستقبليه، نحن الان نبغى تقييم الان. في المحور الثاني وبعدين بعد ساعة المستشار أستاذ إيمان، كون أن موضوع المفقودين حقيقة يعني هذا مرحلة مهمة جدا، من بعد ما ألقينا زي النظرة العامة للوضع والكارثة اللي صايرة يهمنا جدا نطرق للمسألة بتاعت المفقودين هذه. تفضل. يعني قبل تحدثنا أنه في الإمكان أن تكون هناك تشريعات خاصة بالموضوع بالكامل، تشريعات خاصة، هذا ما في ما يمنع إطلاقا زي ما قلت في المقدمة، لكن هذا لا ينفي وجود تشريعات قبلها. يعني هذه التشريعات الخاصة نجو هنا الوضع لسببات الكارثة، إما متوفي وإما مفقود وإما يتيم، ثلاثة الأوضاع شائكة جدا بكل تأكيد. يعني وضع المتوفي في القانون طبعا هذه كلها حالة نسموها من الأحوال الشخصية للسادة القانونيين وكذا وكذا، مستمدة من الشريعة الإسلامية، يعني الشريعة الإسلامية هي اللي تحكم الحالة الشخصية في ليبيا. باهي المتوفي له وضع أيضا إجرائي وتشريعي في عملية إثبات الوفاة، اللي توا مجندين من القضاء يشتغلوا ليل نهار في درنا حاليا لاستخراج شهادة الوفاة أو سموها الفرائض، هذه بالألف تشوفوا فيه يعني، ويفترض راهم ادعموهم أيضا بقضاء انتدبهم المجلس الأعلى للقضاء، المفروض انتدب قضاء هذه مسألة إجرائية إلى درنا حتى يساعدوهم في هذه المسألة، وممكن الانتداب هذا. باهي هذا وضع المتوفي. وضع المتوفي طبعا يعقب تركة أو ميراث يعني أو خلف، أو قد يكون وراه خلف، هذه مسألة أخرى. فحتى أخواننا الفقهاء يجب يشاركونا في الموضوع هذا، يعني يحكونا على ميراث اللي المجموعة كلها ما عاش فيه وارد، إيش يحصل بالضبط؟ يبقى بيت الإسلام وارث من لا وارث له، يعني تمشي بيت الإسلام وين؟ طبعا أما لا شنو وين بيعدي أرجاني عاطف بس باهي. يبقى هنا في وضع معين يجب أن يعالج بكل تأكيد، أو في تدخل تشريعي. الأهم من الموضوع هذا موضوع الميت الله يرحمه ووضع المفقود. الشريعة الإسلامية تقول الغيبة، هذه الغيبة موضوع الغيبة يا أخوانا، الغيبة في ظروف العادية، في ظروف اللي يغلب فيها الهلاك تقرر بثلاث سنوات، أما في الظروف العادية ممكن تصل إلى 15 سنة في الغيبة. باهي أخواننا إذا تبعنا هذا الفقه وهو المقنن عندنا في ليبيا ورجينا المفقود هذا مش منه أوضاع ثلاث سنوات تبقى كارثة بصراحة. فالآن يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي خاص يعالج مسألة المفقودين، في تقليل المدة أو الاعتراف بأن هذه الكارثة المفقود قد توفى وانتهت المشكلة. يعني إلا ما ندر ويحطوا ممكن التحوط هذا الاستثناء زي ما تفضل بدري أحد الزملاء يقولوا وحدة اعتبروها مفقودة طلعت في 1200 هنا، هذه الحوادث ممكن تحصل يعني،
لكن يتحوط لها هذا القانون الخاص بدل ما يخليها 3 سنوات. باهي؟ هذا يبي تدخل تشريعي خاص. هل من جانب قانوني تلقى في مخالفة؟ ممكن، ممكن جدا، ممكن جدا. ف يعني هذا ما هوش زي ما تقول خروج على 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 مذهب او شريعه او كذا، لا لا، هذا معالجه لواقع حال. يعني هذا ممكن نسموه بفقه بفقه الضروره وفقه فقه الواقع. فقه الواقع. باهي. الموضوع الاخر اليتيم. اي تشريعات عندنا في ليبيا ترعى اليتيم او كفاله اليتيم؟ ما عندناش الا حاجه واحده تتعلق بالرعايه الاجتماعيه. موضوع الرعايه الاجتماعيه للاولاد اللي ما لهمش اب ولا بناء. وشوفوا حاجه، اذا اليتيم عندنا يجب ان في 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 دارنا في غير دارنا يعني، من بس نبهتنا دارنا لهذا الموضوع، يجب ان تدار له تشريعات دقيقه جدا جدا، تراعي الجانب النفسي، تراعي الجانب الاجتماعي، العلاقات الاجتماعيه خصوصا في دارنا. يعني هذا من هذا طالع، يعني بمعنى هي كفاله. طبعا انتم عارفين ان الشريعه الاسلاميه لا تقر بالتبني، وفيه موضوع اخر اسمه الكفاله. باهي. هل الكفاله مكفول او شيء؟ نعم، هي تراعي اليتامى اللي انتجوا في هذا الموضوع. يعني اسره بحاله ما فيش الا طفل واحد، ما عادش عنده حد يعني. في دارنا حاليا موجودين، تو موجودين يعني. فاهم؟ يبقى الشيء الاخر هذا فيما يتعلق بالافراد. لكن فيما يتعلق بالمدينه او بالمجتمع ككل، ايضا لا يمنع من وجود تشريعات تخص المدينه وتخص مجتمعها، وتخص ايضا المجتمعات الاخرى المحيطه اللي ضرت بهذه الكارثه وفي تركيبتها. يعني في كل شيء يجب ان تكون هناك خصوصيه تشريعيه فيما يتعلق بهذه الكارثه، خصوصيه تشريعيه لما ينقص تشريعاتنا الموجوده. لكن بدري انا، لكن بدري انا نحكي على هذا المشروع. مشروع القانون لما مس اختصاصات جنائيه، انا خايف هذا المشروع يخلط قصه النائب العام وما يجري عليه الموضوع. النائب العام وهو الاصيل في الدعوه وهو صاحب الدعوه، انا هذه ما زلت فيها رأي. لكن هذا لا يمنع زي ما تفضل، نعم، من وجود تشريعات خاصه تعالج. في كل مره حنشوفوا حاجه، في كل مره حنشوفوا حاجه. في موضوعات النفسيه رهيبه جدا، يعني الناس تعاني من مشاكل نفسيه الان. صح، في من يبذل في جهد على الارض، لكن مش كافي، مش كافي. دارنا تحتاج الكثير. السلام. لكن من اليوم الثاني مكتب النائب العام، مكتب المحامي العام بغازي كريم التقنين غادي، الشيء هذا مخصوص، لقوا ارواحهم في 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 اختصاصات اخرى، لكن هم ماشيين مخصوص للمساله هذه، مساله الاذن الطب الشرعي ومساله التصريح بالدفن وكذا، الاجراء المعتاد. فتفاجئوا ان في مجموعه كبيره تم دفنها بدون ما ياخذوا منها الدي ان اي، بدون تصريحات، ومش معروفين حتى من الاشخاص هذه. فهذه مساله اول يوم. فيما بعد ما تمش الدفن الا بمعرفه الشخص هذا او بمعرفه الناس او بمعرفه، او لو كان ما يعرفوش ياخذوا منها الدي ان اي. فنحكوا في اليوم اللي قبل، هذه مساله صعبه ويصعب اثباتها، وبتعامل بطريقة استثنائية كل على حدة. يعني أي شخص مطلوب من، يعني من الصعب أنك أنت تثبت هل هو على قيد الحياة أو توفي أو كذا. فمسألة يعني متروكة للنيابة العامة هي اللي شديد. هو اللي صاير أن في حالة صارت يلجأ لها الإنسان آخر مرة، يلجأ لها في الحرب العالمية الثانية للأسف الشديد، وهو حالات الدفن وإجرار السن من الجثة والاحتفاظ بها. ممكن مع أستاذ محمد ناشكتها تناقشنا الجزئية هذه، هل ممكن إلى متى يكون الاحتفاظ بالسن هذيك دي ان اي، يعني سورس يقدر يلجأوا له بعدين لتحديد هوية الجثمان. أعتقد أن حتى الخطوة هذه من استخراج السن من الجثث
لم يتم حتى الاتخاذ في أول الأيام خاصة، وهذا الشيء له تأثيراته القانونية الكبيرة جدا في الفترات على المدى الطويل. نحن من الناس حتى هي عادلة مش علينا، نحن نشوفه في مشاهد ما كناش نشوف فيها في نشرات الأخبار حول العالم، نقول إن شاء الله ربي يصبرهم، ما كناش عارفين إن نحن اللي ممكن يصير فينا هي إجرائيا اليوم الليلة اللي يدفنوا عيال صغار من عين من من القوات درسونا على طريق 150 جثة يقولون إن أبو عرب دفن أي سن والله اثنين من شو 150 أنا عارف والعيال يدفنوا يدها شهر 50-20 واحد فجأة صعبة يعني. لكن أنا أقول لك هو أنا متأكد بأن في حاجة ملحة في الشارع الليبي، وكل ما قربت من المنطقة كل ما حسيت الإحاح. يعني انت في بنغازي حاولت فيها ساعة وساعة الأخرى تعدي تجي بحياتها، تقرب شوي المكان البيضاء يفكروا فيها كل نص ساعة ويضربهم الصقع يفكروا يقولوا بالعصار يسكتوا ويقولوا لا خلوا دارنا تحس بها في كتوفة والله ما عندك كل ماشي منها. صحيح. القصة بأن الإنصاف هؤلاء الحيين أنا الميت الغالب ما عندك إنصافهم كيف؟ أنا عندي نظرة تختلف، أنا ما نيش إنصافهم قانوني قانون ضعف، أنا إنصافهم بالأمن، إنها إذا كان في أمل في 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 بقاء هذه الدولة هو إنصاف هؤلاء أول وحدي، أنصفوهم بمجرى الوادي يندار حاجة تندار مخطط الأمل هذا على الأقل يعطيه يعيش بقى. لكن كون المحاسبة ليس لدينا ثقة حتى في قدرة الدولة على المحاسبة، رأينية موجودة وفي ناس في عارف حتى تعدم حتى عنده يقول لك تعال حطه في المقصر أنا ذكر غير أعطيني حكم به. المشكلة بأن الكوهيجن وتماسك الدولة أمام المواطن مفقودة بالكامل، يعني كيف ناخذ في حاجة وانا حتى الاكسباير ديت ما عشتو فيه هنا يلا اللي تمشي تمشي اللي 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 ساير في دمنا. انا خايف يعني خايف صحيح ما قبل دمنا ليس كما بعدها، لكن يمكن ان يكون هناك خطوات سياسية الناس ما يفكرونهاش. رغم الناس رغم مش كل احد يعتقد يدعي بانه هو مسؤول زي سيد علي لو نجيب قوانين ندير اسلام لا عندك انضباط مرات يدروك المنقلب عسكري ويقدر يحط لك وعندهم الحق مرات، وعندك مدنيين مرات يديروا اعتصام مدني ويسكروا هالدولة بكل ويقولوا اقعدوا فيها، وعندك ناس في أقاليم تعتقد بأنها ليست على الإطلاق مع هذه الدولة وتنفصل، وهذا ما قبل وما بعد، ما قبل وما بعد مش إمارة، ما قبل وما بعد زلزال. أنا واحد من الناس كل الخيارات مطروحة، كلا مش نقعد عابي علي مثلا. أنا هذه خايف منها، القانونيين إذا كانوا بيعطونا أي ملامح للدولة يعاقبوا أول مستويات الهرس. اللي لونها عبارة عن وإجراءات وإجراءات وإجراءات. يعني اللي الغريبة بأن صحيح عميل بلدية دابة ممكن يطلع منه صحيح، لأن أوراق تقول بأن عند المسؤول هو الوحيد في إنفاق على السد. الهيئة العامة للمياه تطلع منها لأن عندها جبال من 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 الدراسات تقول والله تقدم فيه كل سنة في الميزانية، يقول لك والله يدير لنا ميزانية الهيئة العامة للمياه أنا مشترك فيها من 92 ويقدموا من السدود الاعتراضية اللي في جنوب الجبل الذي لكنا راهو القصة متواعية. أنا نقدر نبرئ روحي من داخل مؤسسات الدولة والله موقع عليك وأعطيكم أنا ميزانية 2005 5 مليون لا هذا ميزانية قصة. أنا هذا الخوف لأن أي محامي دكتور أي محامي يقدر أنا يقدر محامي يطلعني يا دكتور عاطف ال في نفس الوقت أنا حريص على حق هؤلاء بالدفاع عن أنفسهم دكتور عاطف حتى أنا حريص على حق حارس الوادي دفع عن نفسه مش دكتور عاطف. هناك مسؤولية في القانون تسمى مسؤولية تضامنية، هل في المسؤولية المدنية وفي المسؤولية الجنائية؟ يعني التابع مسؤولية المدنية وين رايحين قانونية وين ماشيين؟ ما هذا في عنده مسؤولية مسؤولية طبعا عنده رئيس الوزراء يقول لك انا قدمت ميزانية للدولة اسمح لي حضرتك قلت واحد يدير ميزانية يقول والله انا قدرت اللي عندي لا لا هذا لا يكفيه المسؤول الأعلى لا يكفيه فالعملية راه سلسلة أعطونا سيناريو يعني لو انا بدو في حارس السد حارس السد المحامي يقول لك 4-5 شهور ما سلكتش انت مالكش يعني هم ما لهمش حق ينفذوا عليك القانون لانك ما سلكوش وبعدين لي وزير السدود وبعدين رئيس الوزراء على السؤال ليس هناك مسؤوليه جنائيه لفرد او لشخصيه اعتباريه
أو لشخص طبيعي أنا أنا في التحقيقات ستفشل كل المسألة في نظري في تجريم شخص بحقه في التقاضي وحقه في المحاماة لأن لما تعطي رسالة تجيب عبد الحميد بيبا تحط في قفص الاتهام وتجيب أربع محامين بالقانون حيطلع يا أنا هذه خايف منها يا دكتور القانون بالإضافة للمسؤولية هناك ضمانات أيضا يقفلها القانون للناس اللي تحقق معها يعني نحن مو سيف مسلط حتى القانون والله القضاء والله لا نحن راعوا في ضمانات حتى المجرمين قدامنا حتى لو تشعب القضية في أن أنت أوكي في ضمانات لو ثبت عليك فساد لو الشخص على هذه الإدارة ثبت عليه فساد في قضية أخرى تقدر تربطها بقضية بكل تأكيد سيادة المستشار وهناك حاجة اسمها التعدد هو بس أنا سأتعدي على الخصوص أنا أعتقد أنها حصل ما قرينا في الفقه القانوني نعم تفرق بين حالة الفقد نعم مقبول في حالة الغير الطبيعية وفي حالة غلبة الهدف غير الطبيعي نعم نحن نتوى في حالة فقد وناس أو مجتمع كامل في حالة غلبة الهدف الشريعة الإسلامية حسب ما يطلب فيها الهدف يقول هل تحكم بوفاة الشخص أو تثبت وفاته بعد مرور سنة من فقدانه في حال غيبة الهلاك أم تنتظر ثلاث سنوات؟ يعتقد ثلاث سنوات يعني يقول لك وراه على خلاف تو تلقى حتى أنا أعتقد أنها هي سنة أنا أعتقد أنها هي سنة في حال غلبة الهلاك في حال غلبة الهلاك بعد يا أستاذي برضو في ثلاث سنوات بحسب خلاف الأئمة فيها لأن هذا موضوع طبعاً فقهي وموضوع أئمة شيء آخر شيء آخر في حالة عدم أو في الفترة هذه سنة أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات يعني الهدف منها ما حتى لو كانت سنة الهدف منها هو تسريع نعم بالضبط تسريع وعدم تعطيل إجراءات المتضررين ورفع يسرع المدة حتى من غير سنة بإجراءات أخرى بإثبات معين أن هذا المفقود راه هذا ما يحتاج الدفع راه ميت السلام عليكم حقيقة الموضوع شائك جدا الموضوع كبير الكارثة كبيرة حقيقة المفقودين نعم الشريعة الإسلامية حددت أمثل فترة وكذا لكن هذا في حدود المرأة في حدود العدة والميراث لكن نحن الأشياء المدنية عندنا في مشروع وفي مبادئ توجيهية وضعتهم لجنة الانترناشنال كوميتي أوف دارد كروس وهي لجنة القانون الدولي وضعت حقيقة موضوع قانون حددت فيه الشخص المفقود وقريب الشخص المفقود من هي السلطة المسؤولة في الدولة عن البحث على الأشخاص المفقودين مكتب الوضع الاستعلامات السجل معلومات موقوفة في اختفاء الشخص الحد الأدنى من البيانات عن الشخص المفقود وإثبات هوية الوفاة البشرية نحن توا يعني الله يرحمهم الشهداء بعد طلعوا الوفاة من توا يعني عندنا مشاكل كبيرة عندنا في أمريكا مثلا أهل جارنا اللي كانوا موجودين أقيخة عرفنا في البحر لكن عندنا في المناطق الثانية مثلا يجيك في سوسة ورأس سهيل يقول لك كان في مقهى عقري وكان في سيارات واجدة موجودة في ناس أحيانا المارد ماشي للمنطقة الشرقية وماشي للمنطقة الغربية من الثلاثة مختفوا هذول كذلك عندنا فيه مشكلة بروحة عندنا الموضوع حقيقي كبير كذلك عندنا المفقودين والشهداء أموالهم كان أمس في نقاش من ناحية الشريعة الإسلامية أموال اللي لقوه من الذهب اللي لقوه في أهل درنا وحاجاتهم وفي البيوت الثانية وفلوسهم اللي لقوهم في البيوت اللي ما انهارتش نهائي وين هذينا ما هو الحكم الشرعي فيها ما هو الوضع القانوني فيها الموضوع كبير حقيقة ولكن عندنا راهو نحن الحمد لله الشريعة الإسلامية غطت يعني كل شيء ولكن نحن محتاجين لأمور ثانية تحفظ الحقوق الناس يعني بنحن بوضع يعني لازم هناك جهات لازم هناك أجهزة مجالس من أهل دارنا من مناطق الثانية اللي هم أموال الناس تلقوهم لازم الناس نبغوا ناس موثوقة فيها تحدد هذه الأشياء كذلك بالنسبة سبحاني نحن الموضوع هو في مفقودين لكن في بعض من تضرر للأيتام شفت شيء كانت مكتوب إعلان في واحدة من الجهات عملتها وجهات الدولة أعتقد الحكومة لما تخبها المجلس النواب إنك من يأخذ يتيم حيجرون مصدر مالي هذا بيصبح كارثة كبيرة لأن عندنا أنقص مريضة تقول لك أوكي نأخذ يتيم مش نأخذ فلوس
مختلفة التي تم سلب أموال. رغم عندنا كوارث، إحنا عندنا في المجتمع أمراض انتشرت بشكل كارثي. كيف معناه خلص اللي هذا يقول لك يبقى يحسب كم تعطيني الفلوس اليتيم وخذ لك حتى 5-10 حطهم عندك الحب. راه الموضوع كبير، راه الموضوع كارثي، راه الحقيقة فتحوا مجال كارثي هذا. يقول لك تاخذ يتيم ونعطيك مقابل مالي، معناها جيل أنفس المريضة كلها بتاخذ أيتام تو. باش تتصرف معاه، شوف بتأهلنا المكان، بيجيلك قصة ليبيا، ليبيا طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بتصيرنا مسائل دولية من غير المسائل الوطنية مش مادين عليها ولا دارين رسبكت القانون ولا رسبكت ديمانية، عندنا حتكون عندنا مشاكل دولية، مسائلات دولية، من اللي تعطوهم الطفل هضايا، شوف هو البيت اللي بتعطي فيه الطفل كم يتيم بتاخذ، بتصيرنا ثالثة كبيرة. فالله المستعان حقيقة الموضوع كبير. لكن فرضا في حالة احتياطية أو حتى كمقترح بصفة عامة، يعني ممكن كنقابة المحامين تكون تستلم القضايا، مثلا القضايا بتاعت الفرائض الشرعية يعني بشكل مجاني، وموجودة المحاماة العامة، وأكيد مش حد يصدر المحاماة العامة أكيد، بس حتى يعني مقربة من نقابة المحامين أو المحامين ما عندهمش أي مانع أن هم يساهموا بأي شكل من الأشكال، سواء بقضايا الفرائض الشرعية أو إثبات المفقودين عن طريق شهادة الشهود والإقامة الوصية أو القيم. هذين يعني يحتاج أن تفاصيل بسيطة خاصة في الميراث توا في الغرقة والهدمة، ما تعرفش من يورث من من، فكيف بيتم تنسيق الأمور هذين كله ممكن يحتاج أن بس لكن في كل الأحوال بالطريقة اللي تحكيها أنك أنت تأخذ سند وتحفظها في ظروف كويسة، ممكن تشوف الدين إنتاحها بعد مئات، بل أن بعض الدراسات تقول آلاف السنين، فهذه ما فيهاش إشكالية. لكن بلكي الإشكالية هذا إحنا عندنا خريطة جينية للناس نقدر نقارنوا بها بعدين ولا لا، خاصة وإن في عائلات يعني انتهت بكاملها. الموضوع في شوية أيوة شكرا. بأن اشتراطات الأسرة الكفيلة حقيقة المشرع حاطها في حطات وحصلها بتحسين رائع جدا. مش كل أسرة تستطيع أن تستضيف الطفليات، في اشتراطات وفي متابعة وفي أيضا متابعة مؤسساتية من مختصين، من المحكمة الموجود فيها من مختصين، أعتقد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالدرجة الأولى ومراكز المراكز الاجتماعية. أيضا نحن نحتاج إلى مؤسسات أخرى في هذا الظرف، وهي مؤسسات التوجيه والإرشاد الاجتماعي خصوصا في المناطق المنكوبة بمعايير دولية. نستطيع أن نتحدث في جلسة أخرى وفي حتى في موضوعان على هذا الموضوع وهو مهم جدا. النقطة الأخرى، أنا ننصح في الجلسات الحوارية القادمة أن يتم توجيه الدعوة لأحد الخبراء والمختصين في مجال الرعاية الاجتماعية، وإذا ما وافقت حتى لو سندت إلي هذه المهمة أنا ممكن أستدعيك الشخص المناسب الذي سيثري الحوار. بالتأكيد أن يعني موضوع مهم وهذه الجلسة أيضا مهمة. لم أسمع بأن هناك جلسة مماثلة حدثت في أي مكان آخر. احنا نريد أن نؤكد بثقتنا بالقضاء وأهمية أن يكون هناك ثقة في القضاء، لكن في المقابل هذه قضية رأي عام. حتى يعني مسألة البحث في public inquiry، يعني أن يكون هناك يعني مساءلة عامة حول هذا الموضوع راح تستحق الاهتمام. ربما ما أشرت إليه بأن الحالة خاصة وتحتاج إلى قوانين خاصة لمعالجة مشاكل خاصة، هذه أيضا ربما يعني تثير النقاش والحوار من أجل استحداث مثل هذه الإضافات للقوانين اللي موجودة الآن. أتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا على حضوركم.